يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يقول هل فيها رد على من ادعى الولاية وأنه وصل إلى مرحلة تسقط فيها العبادة عنه؟ نعم، هذا سمعتموه، هذا فيه رد. إذا كانت الملائكة المقربون يسجدون لله ويسبحونه ولم يقولوا وصلنا إلى مرتبة لا نحتاج معها إلى العبادة، فكيف بمن دونهم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، قال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كيف بغيره؟ يقال إنه وصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف كما يقوله غلاة الصوفية. نعم.